أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان اليوم. انتهت منتصف الليلة الماضية المهلة القانونية للترشح للانتخابات النيابية، وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن عدد المرشحين بلغ 514 وأن الوزارة ستكون جاهزة للاستحقاق. أما قرار التمديد فيعود إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. وفي هذا الإطار لفتت اليوم زيارة العماد عون لكليمونسو. في غضون ذلك تحول احتفال تنصيب المفتي الجديد للجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى تظاهرة لبنانية عربية إسلامية ضد الإرهاب، تميزت بمشاركة سعودية ومصرية، وشددت الكلمات على صون العلاقات الإسلامية في لبنان. حياتيا تكرر سيناريو الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بعدما انفصلت كل مجموعات الانتاج على الشبكة للمرة الثانية في يومين، ما تسبب بانقطاع الكهرباء في معظم المناطق اللبنانية. كل هذه الملفات إضافة إلى قضية العسكريين المخطوفين التي تبقى لها الأولوية نتناولها مع ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي وجدي العريضي. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجدي. بالطبع ستكون البداية يعني مع ملف العسكريين المخطوفين. هل بدأت تظهر نتائج زيارة الرئيس تمام سلام للدوحة ودخول اللواء عباس إبراهيم على خط هذا التفاوض؟ أين أصبحت هذه المفاوضات؟ لا شك ملف العسكريين ملف أساسي، ملف وطني، ملف إنساني، ملف يهم كل لبناني. فهؤلاء جنود في الجيش اللبناني وعناصر في قوى الأمن الداخلي، فمن الضرورة بمكان الاهتمام بهذا الملف حتى النهاية وتسخير كل الجهود. وأنا بعتقد أنه الحكومة اللبنانية بصراحة، أنه أنا مبلوم الأهالي والبعض من خلال صرحاتهم ولوم الحكومة، الحكومة اللبنانية ما أصرت نهائيا، وتوجت هذه الجهود بزيارة مفصلية للرئيس تمام سلام إلى دولة قطر. ومن خلال ما رشح عن الزيارة كانت زيارة جد إيجابية، وحظي باستقباله بحافية وملفتي، وكان في هناك حرص قطري وتأكيد على المساعدة والمساهمة في هذا الملف، وتزمن وجود رئيس سلام مع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بالضبط، يعني هذا بيساعد، معروف أنه كمان لتركيا دور في هذا الإطار، وبالتالي بقاء اللواء عباس إبراهيم اللي له دور متقدم في هذا الموضوع بيساعد أنا برأيي على الوصول إلى خواتم سعيدة متمناها لهذا الملف. هلا اكيد عم بيطلع بيانات وتهديدات من داعش ومن مصر، يعني البيان الاخير انا برايي هيدي لمزيد من الضغوط، هيدي يعني ابتزاز سياسي، ابتزاز للوصول الى مطالب اكبر واكثر. هلا صاروا طالبوا باسرى او معتقلين في سوريا، ممكن غدا يطالبوا بامور ثانيه، بس نحن ما نخلي انه ما ناخذ كل شيء بالحسبان والاسراع في متابعه هذا الملف. وبرجع بأكد لك أنه الملف في أيدي أمين إن كان على مستوى الحكومي أو اللواء عباس إبراهيم. في حال أصر الخاطفون على إطلاق سجناء من رومي موقوفين إسلاميين، يعني ألا تتعقد هنا المفاوضات؟ أكيد، يعني هذا ملف ليس بالأمر السهل، بالتالي في تعقيدات والجميع بقول في تعقيدات، يعني منه ملف يعني إخ يعني رايح باتجاه كصدورة أو نزهة معينة. هذا الملف جد مهم وبالتالي يحتاج إلى جهود جبارة. وانا برايي انه الدخول القطري والتركي ووجود اللواء عباس ابراهيم يعني بده يكون هذا يعمل لهذا الملف بسريه تامه. هلا كل يوم بتسمعي اخباريه بتشوفي بيان بالنسبه لاطلاق الموقوفين الاسلاميين، هذا الموضوع يتابع مع الجهات المعنيه. وبالتالي انا برايي انه امبارح وزير العدل اللواء الشفريفي رسم خارطه التاريخ وكان واضح فيما اشار اليه، حكى الامور بكل وضوح. بالنسبه لتركيا ماذا نجدها كأنها غير متحمسة بالنسبة لهذا الملف؟ هلا تركيا طالعة من استحقاق رئاسي، وبالتالي الرئيس التركي يولي الأمور التركية، يعني تكون الأولوية إلى بيضبط الوضع السياسي الاقتصادي، وخصوصا أنه وصل بأصوات لا يستهان بها. ولا تركيا يعني صار في حملات على تركيا في الايام الاخيره، انه البعض قال انه عم تسهل امور المقاتلين لدخول سوريا، الا ما هنالك من اخبار تركيا عم بتحسن حالها، ويا ريت لبنان يحسن حاله وتتحسن حاله تركيا والاردن، وتحديدا من خلال اقامه المخيمات للاجئين السوريين. وبعد الشيء اللي شفناه بتركيا، يعني انه المشاكل الداخليه اللي صارت بتركيا، تركيا تقوم بتحسين وضعها وتدخلها لم يعد كما الاساس. انا بشوف اليوم الامور محصوره بقطر،
واللواء عباس ابراهيم يدرك هذا الموضوع من خلال متابعته للملفات. قطر تلعب دورا اكبر يعني من اي دور تركي يعني. هلا قد يكون مساهم يعني في مساهمه تكون من تحت الطاوله ممكن لتركيا، قد ما هي تركيا دوله كبيره وعندها علاقاتها وعلاقاتها منيحه مع لبنان، وايضا كان امبارح الرئيس التركي في قطر، قد يكون لها دور معين. هذه التهديدات المستمرة يعني يخشى أن تتحول يعني أيضا إلى يعني تعرف يعني تنظيمين، هناك تنظيمان متطرفان يعني سواء كانت جبهة النصرة أو داعش، ووجدنا داعش يعني ماذا فعلت ب طبيعي يعني بالنهاية الإرهاب لا دين له لا رب له لا إنسانية عنده، يعني بالنهاية هذا إرهاب يعني يجب أن تأخذ أيضا تهديدات على محمل الجد، ليست فقط يعني في خانة التهويل. أنا قلت لك سواء أنه مفروض أنه الحكومة اللبنانية والجميع يأخذ كل الاحتمالات، لأنه هودي الجماعة يعني ما عندهم رب ما عندهم دين، والدين الإسلامي منهم براء، هذه شغلة معروفة. وبعدين يعني أنه كبار المسلمين قادة الدول الإسلامية وفي طلعتهم خارم حرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد أنه هؤلاء يعني الإسلام منهم براء ورسم خط الطريق لمكافحة الإرهاب، بس هودي بالنهاية جماعة إرهابية ويحاولون في هذه المرحلة الابتزاز قدر المستطاع. متى ستبدأ الحرب على داعش تزبجي خصوصا يعني يعني متى ستظهر نتائج اجتماع جدة؟ هل سيأخذ وقتا طويلا أم أن يعني ساعة الصفر متى تدق؟ أكيد أنا برأيي أول شيء بدي أرجع على مطار جدة، على اجتماع مؤتمر جدة يلي كان لمكافحة الإرهاب، هذا مؤتمر دولي. وبالتالي مؤتمر جدة رسم خارطة الطريق لمكافحة الإرهاب، يعتبر المؤتمر الأبرز. هلا بغض النظر عن بعض الأصوات تطلع هون وهون إنه ما أخذ هذا المحور، استبعد إيران، استبعد روسيا، أنا بيهمني بالنتيجة منا نيكل عنب نحن ما نقتل نطول. صحيح. يعني كان في إجماع دولي على مكافحة الإرهاب، وخصوصا إنه هذا المؤتمر تزامن مع مواقف سبقته للملك عبد الله الملك السعودي يلي كان له مواقف متقدمة، كانت موضع تقدير واعتزاز على المجتمع الدولي، حتى لين بعض العلماء في المملكة انه يخذوا مواقف لمكافحة الإرهاب. الملك عبد الله هو من رسم خارطة الطريق الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. نعم. ومن هون اجى مؤتمر جدة تتويج لمواقف الملك عبد الله والقيادة السعودية. هلا وين رايح المؤتمر؟ بدك الفت هون كمان لمشاركة لبنان. هالمرة لبنان كان مشارك في مؤتمر، ما كان يتفرج على المؤتمر مثل الجمهور بالمدرج عم يتفرج باللاعبين بالملعب. كان لاعب اساسي ومشاركته مهمه، كمان بغض النظر بعض الاصوات اللي عم تحكي انه لبنان ايد الدخول في هذا المحور. انا بهمني انه لبنان يتعرض للارهاب ووجوده طبيعي، وخصوصا انه مشاركته في مؤتمر عم يحصل في المملكه العربيه السعوديه اللي عم تدعم لبنان وخصوصا الجيش اللبناني. هلا بالنسبه للمؤتمر والساعه صفر ما ذكرتي، في هلا اجتماعات عم بتصير بعواصم القرار، وفي اكيد في قرارات سريه اتخذت في هذا المؤتمر. ومعلوماتي انا انه هالشهرين المقبلين سيكونان شهرين مفصليان بامتياز، والعمليات العسكريه ستبدا قريبا وستبدا من الجو وقد تحصل من الارض برا. وبالتالي المخاوف هلا في لبنان في ظل التنسيق السياسي الداخلي قد لا تشجع او تبعت على التفاؤل اذا ما في كان هناك تحسين للجبهه الداخليه والجبهه الوطنيه، لانه من الطبيعي انه التحالف الدولي اللي حصل في جده سيهاجم الارهاب في العراق ولاحقا في سوريا. نعم. البعض يقول انه هذا انتهاك لسوريا وللاجواء السوريه وللارض السوريه، هذا كلام. بالنهايه الارهاب سيلاحق اينما كان. بالامس سوريا لما كان الرئيس حافظ الاسد رئيس سوريا شاركت الى جانب الحلفاء وضربت العراق، ما انتهكت ارض العراق، ضربوا بغداد، ضربوا العاصمة، ضربوا الموصل، ضربوا جميعا، ضربوا البصرة. على الرغم من أنه قرار مش صادر عن مجلس الأمن. أكيد أنا هذا اليوم في قرار فيه للإرهاب، هذا الإرهاب يطال الجميع، يطال جميع الدول، يطال الأمريكيين، يطال الأوروبيين، يطال كل الدول الإقليمية والدول العربية والدول الإسلامية. مثل ما ذكرنا أنه هذا الإرهاب ما له دين، ما له رب. من هون أنا برأيي مفروض حاليا على المسؤولين اللبنانيين السعي باستمرار لتحسين الجبهة الداخلية، لأننا مقبلون على مرحلة صعبة، وخصوصا انه راح يكون في عمليات عسكريه حولنا يعني حول لبنان. اليوم يعني اذا لبنان هو مشارك في هذا التحالف، والبعض طبعا يعني هناك جهات معارضه داخليه، كيف سيرتد هذا التحالف على الداخل اللبناني؟ هذا بعود لوعي اللبنانيين للمسؤولين اللبنانيين، بعيدا عن مزياده السياسيه، بعيدا عن الولاء لهذا المحور وذاك، يكون الولاء للبنان وبالتالي تأييد ما صدر من مقررات، وخصوصا انه لبنان كان مشارك اساسي عبر وزير الخارجية جبران باسيل يلي اجتمع بوزير الخارجية السعودي على هامش المؤتمر، واجتمع بالوزير كيري وبكافة المشاركين. أكيد أنه في كمان ما ننسى هون أنه المعلومات كلها بتشير
إلى إجماع دولي على تحييد الساحة اللبنانية من نيران الحرب العراقية والسورية، لكن هذا يعني لا يمنع أنه من حصول عمليات إرهابية في لبنان، وخصوصا أنه لبنان الحدود اللبنانية مشرعة، وهذا ما حصل في عرسال والحدود كبير كتير. أنا بتوقع أنه يكون في معركة في القلمون ومعركة بعد في عرسال، يعني جميع الاحتمالات العسكرية وردي على الحدود اللبنانية السورية، وتحديدا في حال بلش التحالف الدولي بقصف أماكن الإرهابيين قد يستغل هؤلاء الوضع ويعود الكرة في عرسال وفي مناطق أخرى. البعض أستاذ وجدي يخشى خصوصا يعني من حلفاء النظام السوري أن تستغل الضربات على داعش لكي يتم القضاء على نظام الأسد بطريقة أخرى. أنا هلا بالنهاية إنه اللي شفنا اليوم إنه حاول بعض الإعلام في لبنان يبيض صورة بشار الأسد من خلال إنه أكد إنه الرئيس أوباما إنه بشار الأسد يحمي المسيحيين، وتبين إنه هاي فبركة إعلامية، هاي على طريق الإعلام السوري، يعني هاي دي خلص، هاي من أيام السوفيات، هاي دي صارت عدة قديمة ما بتنفع اليوم. اليوم صار في وعي بكل المجتمعات العربية والدولية والناس مسياسة وتعرف عم بيصير. أنا برأيي إنه بس يعني قد يكون يعني طرحك أمر بهذا الاجتماع ممكن أستاذ وجدي من قبل يمكن عدد من البطارقة اللي بيعتبروا يمكن إنه الرئيس بشار الأسد حمى المسيحيين. أنا بدي أسأل أنه بالنهاية حمل المسيحيين وخاض حرب في زحلي وحرب في الأشرفية وحروب في كل المناطق اللبنانيين. أنا ما بشوف أو تحديدا يعني مسيحيين، أنا ما بدي أرجع للماضي، بس أنه النظام السوري قسم جميع الأحزاب في لبنان بما فيها الأحزاب اليوم التي تكون الولاء الأعمى للنظام السوري، قسم الأحزاب، ضرب الأحزاب، ضرب المذاهب، ضرب الطوائف، اغتال كل القيادات السياسية من 14 ومن الناس اليوم بثمانية كانوا مقربين، يعني انه الاسلاميه والمسيحيه ما خلى طائفي في لبنان الا ما قتل هذا الزعيم وذاك او هذا القيادي وذاك، وايضا ضرب جميع المناطق، يعني كان مكفي موفي مع الجميع. من هون انا بتفاجئ اليوم، بتفاجئ انه هاي بيقولوا حليف سوريا وحليف كذا، مفروض يكون القيادات اللبنانيه حلفاء وطنهم، حلفاء لبنان، بس للبنان من الطرفين من 14 و8، هذا الحلف بده يكون حلف لبنان، بيكون في صداقات مع هذه الدوله وتلك، مع هذا المحور وذاك، هذه شغله طبيعيه كل عمره لبنان عنده، كان مع حلف بغداد وكان مع حلف هون وحلف مع مصر وناس كانوا مع الغرب، هذه شغله كثير يعني شغله طبيعيه، شغله ديمقراطيه، بس انه ما يستعملوا هالصداقات والحلف والتحالفات مع محاور معينه لا ضد بلدهم، تكون هذه التحالفات لصالح بلدهم. البعض أستاذ وجدي أيضا يعتبر أنه الضربات على داعش يعني يجب أن تحصل، وكذلك أيضا يعني بالنسبة للرئيس السوري الذي يستعمل البراميل المتفجرة لقتل الأطفال والنساء في سوريا، وكذلك يعني طبيعي وكأن هذه الأسلحة الكيماوية يعني يعتبرونه وأنه هو راعي داعش أو يعني الإرهابي قبل داعش. يعني أنا بتفاجئ أنه هذه البراميل المتفجرة هل هي آيس كريم أو شوكولا؟ يعني هاي براميل متفجرة تقتل المئات بل الألاف، يعني في الالاف 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 اليوم من الاطفال من النساء من الشيوخ قتلوا بهذه البراميل، اضافه الى قصف الطائرات يوميا يوميا في اي دوله في العالم. انا مش شايف دوله في العالم نظامها حكامها بيقصفوا بالطائرات 40 50 غارة يوميا على مدار 3 سنوات، بعد ما صارت في التاريخ، هاي بعد ما صارت في التاريخ. وهذا لا يعني انه في هناك ارهاب في سوريا، نحن كلنا ضد داعش، ضد النصره، ضد التكفيريين، ضد الاصوليين، ضد كل هالتنظيمات الارهابيه، بس هذا لا يعني انه هذا النظام نظام مسالم، انه نظام ديكتاتوري بامتياز. كنت خايف استاذ وجن خلال يعني الحلقه تخشى ايضا ان يتكرر تتكرر حوادث عرسال في منطقة أخرى أو في عرسال تحديدا، لماذا هذه المخاوف يعني بعد ما يعني ما حسمت في شكل نهائي، ما زالت هناك مخاوف على هذه المناطق الحدودية؟ يعني عرسالته واردة، قلمونته واردة، كل شيء وارد بأي منطقة بلبنان. نكون منطقيين، القوى الأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، تحديدا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والسيرة الأمنية، ويعطيهم ألف عافية. نعم. وعم بكفوا ووفوا فعلا فوق إمكانياتهم وطاقاتهم في ظل هذه الإمكانيات المتاحة لهم والمتواضعة جدا، وهناك استبسال من الجيش اللبناني على جميع الجبهات وتحديدا ما حصل في عرسال، وقدموا خيرة الشهداء، قدموا ضباط، هذه اللي تحصل لأول مرة في جيوش 4 ضباط خلال يومين. نعم. بس أنا بدي أسأل هوني إنه هل الأمن ممسوك؟ أنا بقول لا، منه ممسوك، لأنه الساحة اللبنانية عرضة لكل الاحتمالات. الحدود اللبنانية مفتوحة، الحدود اللبنانية مشرعة، انه كنا نقول لهم هاذي النازحين، انا مني عنصري، انا بحترم المواطن السوري ايا كان، بس كمان هاذي كانوا قنابل موقوتي، لا ما عملنا مثل ما عملوا بالاردن، شوفي بالاردن سكينة مطبخ ما فيه، شوفي بتركيا هالدولة الكبيرة الدولة العظيمة، لا ما عملوا مخيمات على الحدود. اول شيء امكانات لبنان جد 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 متواضعة،
شوف البنى التحتية هل تتحمل من 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 مياه، من كهرباء، من مياه صحي. بنشوف اليوم ما في كهرباء، ما في ماء، ما في شيء. صحيح. يعني أدمن على 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 أيام كتير صعبة، البنى التحتية لا تتحمل هذا الكم من النازحين. وبعدين وين المساعدات من الدول الكبيرة، من الأمم المتحدة؟ من هون ما كان في وعي من القيادة السياسية، أخذوا الأمور هيك ما بعرف كيف أخذوها. بنشوف بالأردن كيف رتبوا لهم أوضاعهم بخيم وكل التقديمات لهم، وحتى تعليم عنا هون ما بعرف ليه ما تعلموا ما حصل مع الفلسطينيين في المخيمات يلي وصلت يعني لدويلات في مراحل متقدمة بأواخر الستينات والسبعينات وصولا لأخر الثمانينات. ممكن بعد أن يعالج هذا الخطأ وين وتكون؟ مش صعب، أنا بشوفها صعب كتير. أنا بشوفها صعب كتير. الوزير رشيد درباس يعني كان عم بيحكي عن إقامة أيضا مثل منازل لإلهم عند الحدود. لقد فات القطار، فاتهم قطار يعني. وبعدين عدا عن هيك إنه بدأ إمكانات، بدأ يكون في توافق. أول شيء بدك أي شغلة بلبنان بدأ غطاء سياسي. هل الغطاء السياسي متوفر؟ ما بعتقد. هل الإمكانات؟ هي معارضة لهيدا الطرح يعني. ما أنا ماشي في إيجابية، ماشي في توافق. هاي بدأ هيئة الطوارئ. في دول العالم كلها في يعني اذا لبنان امن وزاره للمهجرين يعملوا كمان وزاره للطوارئ والخدمات الانسانيه يعني تحول لعده وزارات يعملوا يعني بدك اجتماعات مفتوحه. بنشوف اليوم في خلافات سياسيه، هلا مختلفين على هيئه النظم الانتخابات ومختلفين على 100 شغله بعد، رح يطفوا على مخيمات. يعني ما بعرف شو عم بيصير بهالبلد، وان هي الناس عم تدفع الثمن. يعني لبنان يلي بنعرفه انا برايي لم يعد موجودا في هذه المرحله على كل المستويات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه وحتى الرياضيه. بلد ما فيك تعمل فيه ماتش باسكتبول، كيف بدك تعمل انتخابات نيابيه؟ كيف بدك تنتخب رئيس جمهوريه؟ كيف بدك تعمل حوار سياسي؟ هذا سؤال كبير يعني. بس يعني لكن لابد يعني ان ننطلق من المكان يعني لكي تتحلحل في 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 كل الملفات. بالطبيعة كان بالحرب يعني. انا بتذكر انه بالحرب كانت المدافع وكانت الجبهات وكانت المحاور بالداخل اللبناني، كان في هناك حوار في سباق الخيل، هيئة الحوار، خلوات بكفية، اجتماعات لوزان جنيف، تواصل عبر لجان تنسيق، انه كان في نوعا ما حوار. نشوف اليوم مسكرة، اليوم حملات وصراخ وعلى التلفزيونات على الاذاعات بالصحف تخوين، يعني انقسامات. يعني لبنان منقسم على نفسه اليوم. اليوم انا ما بشوف انه يعني في حالة كانت انه من زمان يسموها منطقة شرقية غربية مسلمين مسيحيين. اليوم للأسف في 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 مذاهب، في داخل البلد الوحدة، داخل الحزب الواحد، داخل المعسكر الواحد، في انقسام عمودي على كافة مستويات البلد. أستاذ وجدي يعني بالنسبة للتحالف العربي الإقليمي الدولي ضد داعش، ما يعني الإمكانيات ممكن أن يقدمها لبنان لهذا التحالف؟ يعني بشو ممكن يستفيد من الجيش؟ هل الجيش اللبناني قادر على المساعدة؟ متى ستترجم المليارات؟ يعني متى ستأتي هذه الأسلحة للجيش؟ أنا برأيي السعودية قدمت خصوصاً الدولارات الثلاثة يعني في بداية الأمر. أولاً السعودية قدمت ووفيت، وهناك بعض الأصوات تطلع تسأل عن 3 مليارات. أول شيء مليار دولار انتهت منها. امبارح السفير السعودي علي عوض عسير أشار إنه هي صارت محسومة. والرئيس سعد الحريري أسلحة روسية للجيش. نعم. والرئيس سعد الحريري قام بدور كبير بعيد عن الأضواء، حتى عم بيتابعوا اليوم ورجع تابعوا مع الروس يتحرك في الخارج من أجل إنهاء هذا الموضوع. هذا هجسه موضوع تسليح الجيش. والدليل بحرب نهر البارد نقل في طائرته الخاصة وعلى نفقته الخاصة مناظير ليلية وبعض المعدات للجيش اللبناني اللي كان بيفتقدها، وساهمت كتير في مسار المعركة في نهر البارد. هلأ موضوع هبة المليار دولار انتهت، في هبة 3 مليارات. ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع خلال زيارته الأخيرة لباريس كانت زيارة كتير مهمة، ولبنان نال حيزا مهما من هذه المباحثات وتحديدا في موضوع تسليح الجيش. وفي موضوع اليوم متابعة في ضباط لبنانيين وسعوديين وفرنسيين، وبالتالي أيضا أكيد لجان سياسية من دول ثلاثة تواكب هبة 3 مليارات. وأنا برأيي صارت في خواتمها، هذا الموضوع منتهي. بس البعض لا، ما بده تسليح الجيش اللبناني. هذا البعض الذي كان يطالب بتسليح الجيش اللبناني، هل لأن هذه الهبة أتت من المملكة العربية السعودية؟ مش عم بقول لك يعني نحن بهمنا ناكل العنب من قطن نطور. هذه الهبة أتت مشكورة من المملكة العربية السعودية، لم تحصل في التاريخ إنه 4 مليارات دولار للجيش اللبناني، وفي أسلحة نوعية رح توصل للجيش اللبناني. منه الموضوع مقتصر على معدات خفيفة، في طائرات، في يعني في طوافات ستصل إلى الجيش اللبناني. يعني هذه المعلومات أكيدة، بس أكيد بتأخذ أمور وقت، الأمور التقنية بتعرفي بدها وقت يعني متابعة، بس إنه صارت في نهايتها. ظاهرة الخطف يعني هيدي الخطف المضاد يعني هيدي عن جد ظاهرة غريبة. حتى بالحرب ما كانت تحصل، خصوصا ظاهرة الخطف المطالبة بفدية يعني على طريقة الكولومبية هيدي وتجار المخدرات، وهي بتصير انه هاي ما كنا نشوفها بايام الحرب. يعني انا بشوف انه هوني انه يجب الامساك
بهذه العصابات. اكيد يمكن الاجهزه الامنيه حتى انه المسؤولين السياسيين بتمنى ما حدا يغطيهم يعني بالنهايه من اي حزب من اي طائفه، اكيد ما في طائفه ما في زعيم ما في حدا بيقبل بهالشيء اللي عم بيصير لانه بيرتد عليه سلبا على سياسته على شعبيته على بيئته. نعم هذه يعني هذه الموضه انا بسميها انه يعني موضه مقيته يعني خارجه عن التقاليد والاداب اللبنانيه انه تخفي مواطن تحجزي له حريته لاجل طائفته او مذهبه او لفديه ماليه معينه او لاسباب سياسيه. اتمنى ان تصل الاجهزه الامنيه الى مثل بيقولوا الى راس الخيط الى راس الهرم وانه تقضي على هذه الافه الخارجه عن التقاليد التي يشتهر بها لبنان، وخصوصا انه البعض يعني انه بيستفيد من هذه الظاهره. يعني لما يصير في انا برايي البيان اللي عمله الرئيس سعد الحريري حول بعض ظاهره الخطف اللي صارت بعرسال وبريتيل وهو انه كان كثير مهم وبوقته تحديدا يعني نفس هذا الاحتقان المذهبي، وايضا الطرف الاخر يعني حزب الله وحركه امل كمان كان لهم دور لانه اذا خرجت الامور عن تيار المستقبل عن حزب الله عن حركه امل عن جميع الاحزاب برجع على حرب اهليه يعني بدها كبسه زر القصه ما لنا كثير يعني ما بعدنا عندنا خبره وعندنا تجارب بهذا الموضوع. رح نتابع معك استاذ وجدي بهذا الحوار انما بعد هيدا الفاصل محطه اعلانيه ونتابع. نتابع حوارنا مع الكاتب والصحفي وجد العريضي استاذ وجد. ينتقل الى الشق السياسي. منذ قليل او اليوم يعني زار العماد ميشيل عون النائب وليد جنبلاط في كليمنسو. ما الهدف من هذه الزياره؟ قيل انه تكلموا بكل الملفات الا الملف الرئاسي. شو رايك؟ تكلموا عن الاوكرانيات اللي زاروا المختاره منذ فتره مثلاً. اولا هذه الزياره بسموها زياره رد رجل انه ردا على الزياره. الله الرابية وبالتالي عنده مفادين دائما بزور الرابية. ومن فترة انه في كلام انه العماد عون لح يرد زيارة. هلا انا برأيي زيارة ما اصفرت عن شيء الا شغلة واحدة. اولا نبلش بالشغلة الواحدة يلي هي انه خلي هالحوار ماشي، هذا التقارب هذا التآلف والتواصل بين الجميع. وليد بايك زعيم سياسي كبير بيمثل طائفة، التمثيل الاساسي للطائفة هو بيمثله. نعم. العماد ميشيل عون كمان زعيم ويمثل طائفة كبيرة إلى جانب القوات اللبنانية وأحزاب أخرى، بس إنه هو صاحب أو رئيس أكبر كتلة نيابية. نعم. عنده صفة تمثيلية. بس بالسياسي أنا ما برأي في شيء. أول شيء موضوع الرئاسي حكوا ما تكلم عن موضوع الرئاسي، أكيد تكلموا عن داعش عن الإرهاب ما يحيط بلبنان عن الانتخابات النيابية. قد يكون إنه سريا أو شيء ما بدون اثنيناتهم اتفقوا ما نحكي عن موضوع الرئاسي أو ربما تحدثوا عنه، لأنه اثنيناتهم بيعرفوا إنه الموضوع الرئاسي لم يحن قطافه بعد ان كان وليد بايك او العماد عون. ما في انتخاب رئيس جمهوريه لبنان الا بتسويه اقليميه، يعني ما راح يصير في رئيس للبنان الا بتسويه اقليميه الا بتوافق اقليمي اكيد بغطاء دولي وتحديدا تقارب المملكه العربيه السعوديه وايران. حتى الان ما في شيء من هذا القبيل. هناك بعد زياره مساعد وزير الخارجيه عبد الامير حسين اللهيان للمملكه العربيه السعوديه كانت زياره ايجابيه كسرت الجليد. أما اليوم الأولوية للعراق لسوريا لما يحصل في المنطقة وخصوصا بعد مؤتمر جدة، لاحقا بعد تصفية الحسابات أو إنهاء الوضع بالعراق وربما في سوريا سيأتي دور لبنان خلال تسوية على غير تسوية السابقة للدوحة أو سانكلو أو شيء. سانكلو ما كان تسوية بس كان جمع اللبنانية يعني إذا بعد العراق وسوريا يعني أكيد أنا برأيي قبل العام الجديد الحالي ما بعطي في رئيس إلا إذا حصلت تسوية سريعة اتفاق دولي وبلغت جميع الاطراف. حتى التسويه استاذ وجدي مرفوضه يعني من قبل بعض الفرقاء اللبنانيين. أو يعني مش اول مره بيقولوا بتسويه كتير. مش اول مره بيقولوا مره ما بدنا التمديد ويمشوا بالتمديد. مش اول مره بيقولوا انه كانت مره يعني بالنسبه لي ايضا انتخابات الرئاسيه السابقه انه جرى انه ضحى العماد ميشيل عون وقبل بهذا، انما هذه المره يعني لم يعني تكن هناك بالضحى بيقول ضحى وقبل وهالمره بيضحي وبيقبل. يعني بالنهايه في انه بس يقول له حزب الله مشي بده يمشي لسبب، لانه بالنهايه حزب الله بده يسمع كلمه الايراني بده يمشي بالتسويه، والطرف الاخر بده يسمع كلمه السعوديه بده يمشي بالتسويه. ما حدا يعني قلنا انا في قرار اقليمي ودولي كلهم لما يمشي هالقرار بده يمشوا فيه. هيدي مش اول مره صارت بمحطات كثيره، اجى الطائف اجى الدوحه اجى سانكلو اجى هيئه الحوار. يعني دائما بس يكون في معطى اقليمي ودولي الحوار بيقلع لحاله، يعني ما بدها
جميع الاطراف تبلغ. هلا بالنسبه لنرجع للقاء كليمنسو، انه هاي زياره ايجابيه منيحه، في تقارب، في تالف بين الفريقين، وكمان بتنعكس على التعايش بالجبل، خصوصا انه الجبل هادي اليوم وبتحسين المصالحه بالجبل. لكن بالسياسي انه انا ما بشوف في كيمياء بين وليد بيك وبين العماد عون. مش اول زياره، مش اول لقاء، التقوا على 33 الف قدم لما التقوا بالطياره رايحين على باريس، بعد ما رجعوا كل واحد رجع على بيته، رجع صار في خلاف. العماد عون زار الجبل، كانت زياره تعتبر فاشله يعني، لانه ما صار، ما كانت هالزياره الوديه. ووليد بيك زار المختاره كمان، زار الرابي مرات كمان يعني، وصار في مسجلات من فترة، في هدوء، وهي شغلة كتير منيحة، ما في صراخ، ما في مسجلات، بس انه ما في توافق سياسي، لانه اوساط جنبلاط بتقول انه ما رح يقبل لا بين سمير جعجع مع حفظ الالقاب ولا بميشيل عون. عنده مرشح هو هون ريحلو ماشي فيه، اكيد يعني هون ريحلو هلا مرشح يعني، بس حين ياتي كلمة السر او التوافق سيسحب هذا المرشح ويكون هناك رئيس توافقي. وانا ما بشوف لبنان الا رئيس توافقي مش رئيس تحدي، وخصوصا في ظل هذا الانقسام العمودي. لكن الوقت بعد ما حان، ممكن جدا ايضا يعني يتحول هذا المرشح الوسطي اللي هو الان ريحلو، يمكن قد يتم يعني اذا وافقوا جميع الاطراف، يعني اذا وافقوا جميع، اما انا الامر مستحيل يعني، لا اكيد يعني هذا بذكرك بترشيح وليد بيك لانطوان الاشقر. انطوان الاشقر مشي في فتره لانه ما كان بده يقسم الناس او شيء، مشي في فتره لما اجى المرشح التوافقي يلي بعد انتخاب الرئيس الياس لراوي سحبوا لانطوان اشقر الله يرحمه ب 13، لانه البعض يعني بالشارع المسيحي اعتبر انه لو لم يعلن ترشح أنري حلو من كليمنسو تحديدا، يمكن لو من منزله ببعبده او يعني في مكان اخر كان الوضع مختلف. هلا شوفي كيف، انه بالنهايه استاذ أنري حلو ينتمي الى كتله، هذه الكتله تضم نواب مسيحيين ومسلمين ودروز، وكتلة وزنة فيها من كل الطوائف ومن كل المذاهب، من الطبيعي يحق له، وهو لقاء ديمقراطي يعني في تنوع سياسي، يحق للنائب جنبلاط ترشيح أيا كان، ويحق للنائب هنري حلو الترشح. وبعدين مش ضروري يترشح من بيته يعني، بالنهاية كونه ينتمي هذه الكتلة ترشح من المقر اللي تجتمع فيه هذه الكتلة، وبعدين صار اجتماع ببيته لهنري حلو قتل البيان هو يعني، هيدي كمان أعطته دفع وأعطته حيثية. بس بالنهاية أنت بتعرفي إنه البعض يقول إنه يعني انه ما انه هنري حلو منه رئيس حزب مسيحي، ما رئيس كتلي، انا ما بشوفها هيدي، انه احيانا بيجي الواحد مغمور بيعمل رئيس جمهوريه، احيانا بيجي ليش ما لسه اجى من، ما هو هذا الشيء المرفوض اليوم يعني، اجى من ميناء ببولونيا عامل على بالبور، اجى عمل رئيس جمهوريه يعني، منا مشكله هيدي، منا بس هذه الامور يعني لا تنطبق نهائيا يعني على الوضع بلبنان، انه التمثيل بالنهايه اي رئيس بده يجي بده يطلع بكتلته، بده يطلع بضيفته، بده يطلع بلبنان، انه رئيس اي رئيس جمهوريه بده يجي بده يكون رئيس لبناني. بعدين بيقول لك بدي اياه مرشح قوي، نحن لمنا محمد علي كلي ولمنا ارنولد ومنا سيف سلسلون، منا رئيس حكيم عقلاني يكون يعني قوته بعقلته مش باي شيء اخر. طب السوجي يعني حضرتك قلت انه يعني ما زال مشوار انتخاب الرئيس يعني كثير مطول، بس كان في يعني معطيات انه سيكون هناك رئيس لبنان يعني في تشرين او في كانون يعني بهالفتره، يعني على اي معطيات كان او معلومات يعني هلا بين تشرين اول تشرين ثاني صيف ثاني صح لربما يعني رئيس ثاني اكيد للبنان. هلا شوفي في حكي انه في اتصالات فرنسيه، أكثر شيء اليوم الفرنسيين مسكيني ملف الأمريكان ملتين بالأزمة الدولية، نعم. وحتى بالأزمة الأوكرانية كمان، الأزمة الأوكرانية عند المجتمع الدولي تسبق الملف اللبناني، لأنه هذه أزمة يعني دولية حاليا. طبيعي هذه تعني الأمريكان، ونشوف اليوم أنه الوضع الاقتصادي بروسيا نتيجة التدخل الأمريكي أو الضغوط الأمريكية، نشوف أنه في وضع اقتصادي محترق اليوم بروسيا، وأزمة أوكرانيا يعني أثرت على القيصر يعني، كان طالع وفوتوا لما جددوا انتخابه على ولما قلدوا بشار الاسد يعني تغير وضعه شوي، ما بدي اقول اهتزت صورته انا للرئيس الروسي، انما شوي خفتت صورته بعد أزمة الأوكرانية يعني، ازمه بداخل البيت هيدي. هلا هيدي كلها اولويه للمجتمع الدولي ولا الحاله الاقليميه الموجوده اليوم. من هون نشوف لبنان يعني، لبنان في مرحله ترقب وعلى سكه الانتظار، لكن الامريكان انه بعتقد انه مسلمين الملف للفرنسيين، خصوصا ملف انتخابات الرئاسي. اول شيء الفرنسيين عندهم خبره وعندهم حيثيه خاصه في لبنان وعندهم خصوصيه وعندهم علاقات، بيعرفوا الوضعيه اللبنانيه الداخليه، وكمان اليوم السعوديه عندها دور اساسي، بنشوف التنسيق السعودي الفرنسي، والسعوديه دورها كبير في لبنان،
وتعمل على تقريب المسافات بين جميع المكونات اللبنانيه. وهذا الدور ام في السفير عم يلتقي بكل الاطراف ومنه طرف معين عم يلتقي فيه. هذه هالاتصالات اذا نجحت الاتصالات الفرنسيه السعوديه مع موافقه ايران اكيد يعني ما راح يظهر هذا حاليا لشهر الجاي باعتبار الشهر المقبل في موضوع الملف النووي الايراني. بتشوف الملف النووي الايراني لمن رايح على ضوء بتبلور الموقف الايراني ان كان تحديدا على خط التقارب بين طهران والرياض. طب يعني استاذ وجدي يعني عم تربط 100% يعني الملف الرئاسي بالتطورات الاقليميه والدوليه، في حين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بخطابه الاخير قال انه لا تنتظروا الخارج، المشكله داخليه، اذهبوا وتكلموا مع العماد عون. طيب. حصر المشكلة أنها داخلية وليست أقليمية. السيد حسن يكلف نوابه وينزل على مجلس النواب وينزل لعماد عون ونوابه ويقول لعماد عون أنا مرشح، والنواب أضرع بينزلوا أوتوماتيك ما عم بينزلوا عنه وينتخبوا. بس ما عنده العدد يعني منه يعني هذا كلام يعني هذا كلام هذا كلام سياسي، إنه كلام منه من مع احترام لكلام السيد ودوره ومكانته، إنه شو زالوا روحوا اتفقوا مع لعماد عون وكوندي. هو بيعرف إنه هذا الموضوع بده دفشة إقليمية ودفشة دولية وغطاء دولي. هذا الموضوع لا يحل في لبنان، نتمنى يحل في لبنان. كنا ماشيين بحل لبناني انه يا خي 14 أدار اعلنوا مرشحنا الدكتور سمير جعجع، يا 8 أدار يا حزب الله ما بدكم انه ميشيل عون تفضلوا انزلوا، ويلي بياخد اكتر وبيطلع صح تاني على قلبه، بس انه نقاطع الجلسات يعني هذاك انه عن جد هذا الكلام لا ينطلي على احد يعني في هذه الظروف. بعدين في مبادرة صارت ال 14 أدار، في مبادرة وهي في مبادرة يعني حكي عنها النائب مروان حمادي بكل موضوعية مصداقية، قال نحن عندنا مبادرة وشفنا رد 8 أذار كان رد سلبي على هذه المبادرة. ما حق النائب حمادي إنه أنت عم تعمل مبادرة، يعني شو خلفية مبادرة؟ إنه نحن مستعدين نسحب دكتور سمير جعجع ونتفق على مرشح توافقي. ما وافقوا على مبادرة 8 أذار، إنه الوليدة ميتة انتهت ما فيها شيء جديد. طب شو بدكم؟ شو المطلوب يعني؟ انا هون يعني ما عم بهجم طرف ولا عن طرف، بس انه في وقائع مزبوط مثل ما بقول النائب احمدي انه 8 اذار دغري رد سلبي كان على المبادره. الرئيس سعد الحريري اطلق مبادره، دكتور سمير جعجع اطلق مبادره، 14 اذار مجتمع اطلقت مبادره، وكمان هن بالطرف المقابل كان عندهم اقتراح فيما يتعلق بالبدو لبنه الاستحقاق بينزل على المجلس النيابي، ما يشوف العاصمه هاي او الدوله هاي ينزل على مجلس النواب ويقول هذا مرشحي وتصويت ضمن اللعبة الديمقراطية وصحتين على اللي بيربح، بس انه التعطيل ماشي لدوافع اقليمية. ايضا استاذ وجدي ما هن كمان عندهم طرح كان قصة الانتخاب من الشعب والاقتراح، يعني هيدي عن جد هيدي كمان رفضت على الفور، يعني ما كان في نقاش حولها. انه عن جد هيدي انا ما ركبت براسي انه انتخاب رئيس من الشعب العماد عون على طريقة 99.9 مثل النظام السوري، مثلت غالبية الدول عم تعتمد هيدا النظام. هيدي نحن نظامنا برلماني منه رئاسي، نظام اللبناني يتميز في هذه المنطقة بأنه نظام برلماني. هودي أنظمة ديمقراطية بسوريا بتخدم الشعب 99.9، هذا نظام ديكتاتوري منه نظام ديمقراطي. نحن كل عمره نظامنا نظام ديمقراطي، على صوت كان تفرق بين الرئيسين ساركيس واستنان فنجي الله يرحمه، على صوت واحد فرق. يعني هذا النظام الديمقراطي، هاي اللعبة الديمقراطية. نعم. يعني اسمح لنا فيها العماد عون انتخاب الشعب. بعدين الظروف اللي ما بتسمح، مغيرة الظروف الأمنية والسياسية والديمقراطية والطوائفية، إنه بعده فيها المجلس النيابي، هذا المجلس هذا النظام البرلماني العريق نحافظ عليه. بنهاية الحلقة وبأقل من دقيقة لأنه خلص الوقت نهائي، الانتخابات النيابية حاصلة أم لا، أم خلص التمديد أصبح أمر واقع؟ هذه الترشيحات هي عرضات وفلكلور. التمديد اتخذ من فترة طويلة، قرار التمديد حسب من فترة طويلة، انتخابات نيابية ما في، نتمنى نحن اليوم قبل بكرة، بس ما في انتخابات، هالترشيحات للمزايدات السياسية والشعبوية على مثل ما أنا بدي يعني. ما بدي التمديد، أما هيدي محسوم المرة الماضية. تمديد محسوم، بس في شغلة كثير مهمة هي الكهرباء. من معيب بعد 30 سنة الحرب، بعد مليارات يعني بعد مليارات ما في كهرباء البلد، كيف بدك تعمل سياحة، كيف بدك تعمل اقتصاد؟ انه للاسف انه عند قبائل الزورو اليوم في كهرباء، بموزمبيق في كهرباء، لبنان ما في كهرباء للاسف. شكرا لك استاذ وجدي العريضي على هذا الحوار، شكرا لكم ايضا مشاهدينا، نشكر متابعتكم والى اللقاء.